السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، مساء الخير، وقت ما كنتوا بتتفرجوا الفيديو هذا. أنا بالنسبة للساعة تقريباً الساعة 3 الفجر اليوم، اللي هو فجر يوم الاثنين الثالث من محرم 1441. اللي صار إنه إيش؟ أمس كان أول يوم في المدارس، طبعا عودا حميدا لكل الطلاب والطالبات، وأتمنى لكم سنة جيدة وموفقة وسعيدة. وبالنسبة للعام الهجري الجديد كمان أتمنى لكم سنة إنه تكون سنتكم بيضة وخضرة. للأسف طبعا أنا هنا ما عندي أحد يسوي لي قهوة لوز بيضة، وبتفرج قاعدة على أهلي وصحباتي وكلهم اللي في مكة وهم بيشربوا قهاوي اللوز. شكرا جزيلا على التحميس، بس بالعافية عليكم، عيني ما هي فيها أبدا. المهم، فأمس رحت مواصلة مع بنتي على المدرسة. أنا نايت أول، إذا كنتوا تعرفوا عن شيء واحد فأنا أحب السهر. فرحت مواصلة مع بنتي، طبعا كان الدوام المفروض لأنه هي أول يوم في الروضة تمهيدي المستوى الثالث. رحت معاها، المفروض انه كانت المقابلة، مو مقابلة يعني، اجتماع الطلاب في اول يوم او حلقة تعريفية من الساعة 8 للسادسة الصباح. المهم، عبل ما رجعت البيت وده، طبعا نمت زي الميتين على الساعة 10:30، ما صحيت الا الساعة 2 الظهر. بنتي حرصت ان هي ما تنام عشان تعدل نومها، هي كانت اول تنام على الساعة 12 بالليل، فحرصت انها ما تنام. فمسكينة طبعا يعني كانت بتقاوم وقاومت قاومت الين صارت الساعة 9 ونامت، واخوها كمان نام معاها. فقلت طالما هم نايمين وانا حاسة راسي تقيل على الساعة 10:30 كده، دخلت نمت. نمت والله 10:30، خليه يسجلها التاريخ، اول يوم في المدارس نمت 10:30 بالليل. الساعة 12 يقوم برهوم، صحي مصح صح، طبعا نام من 9 ل 12، وصح ميمي معاه، هي هادي وراها مدرسة الساعة 12 بالليل نص الليل، صحيت لي ايش تعمل؟ وصحوني معاهم، كنت في عز النوم وصحوني معاهم. المهم طبعا من هنا من هنا من هنا من هنا الين صارت الساعة 2 على 1:30 كده، لما حسيت حركتهم زادت قفلت اللمبة وقفلت الباب حق غرفة النوم، طفيت اللمبات لانه في عندي اللمبه السهاري يحبوا يناموا عليها يخافوا من الظلام، تعرفوا كيف كل الاطفال. فقمت طفيت اللمبه، برهومي بكي شويه بعدين رجع سكت، يتقلب يتقلب، حسته ينام فوق رجولي، ينام فوق يدي، ينام فوق ده، ما هو راضي يروح على سريره. لما اتاكدت انه نام وطالعت في الساعه في الجوال لقيتها الساعه 2:30، نقلت هذا على سريره ونقلت هذه على سريرها، وانا يقول لك إن النوم يقول لي إن كنتي شاطرة وبنت أبوكي جيبيني. عشان كده قمت سويت لي قهوة أشرب فيها، خلاص صحصحت. بكرة ميمي حتروح الروضة إن شاء الله، مو بكرة اللي هو اليوم الصباح، تصبح حتروح الروضة مع بنت عمها، لأنه بنت عمها معها في نفس الروضة، حتوديهم مرة عمهم لأنه أبوها في دورة في الرياض وما في احد يقعد مع برهوم، وانا يعني ومرت عمهم عندها بيبي صغير في العربيه وهي الادميه حامل، فمره كان صعب عليها اليوم. انا شفتها لما امس كنت معاها في الروضه، رحت معاها شايله الولد وشايله الشنطه ومعاها بنتين ومع مسكينه حزن. فقلت لها شوفي، كلمت انا ميمي، طبعا هذه مقدمه طويله عريضه، اذا ما تبغوا طولوا قدموا قدموا لما توصلوا للجزء المفيد، بس انا قاعده بتكلم لانه الساعه 3 في الليل وما نمت زي الناس وسيبوني اتكلم. المهم كلمت ميمي وفهمتها، قلت لها يا ماما دحين المفروض انه خلاص الامهات ما عاد يروحوا مع الطلاب، خلاص ترضي تروحي الروضه لحالك. في البدايه سكتت بعدين رجعت قالت يعني كيف اروح لحالي، مين يوديني؟ قلت لها في مرت عمي توديكي، تروحي مع بنت عمك مع غزولي، روحوا مع بعض، هي توصلك الفصل وتكلم الأستاذة حقتك تقول لك إنه أمك، تقول لها يعني إنه أمك ما هي موجودة تنتبه عليكي. بعدين قالت لي طيب، قلت لها أصلا حتشوفي إنه دحين كل الأمهات ما عاد حييجوا مع الطلاب،
وأنا أبغاها تعتمد على نفسها، وأنا شفت الوضع آمن جدا يعني، وهي كلها ساعة واحدة وحتكون في مرة عمها، ماني شايل هم أبدا. حروح معاها بعد بكرة لما يرجع أبوها من الدورة بإذن الله. فكلمت سلفتي، طبعا مرة عمهم تسير سلفتي، فكلمت سلفتي قلت لها أقول لك جيبي لي ولدك، جيبي لي غياره، جيبي لي أكله، وأقعد معاه أنا وبرهومي الصباح. روحي أنت مع بناتك ومع بنتي، خديهم خفيفة بطولك، ويصير منك أنت ترتاحي أنك تفضلي مسكينة، تفضل تخرج عربية من السيارة وتنزل الولد وترجع ترجع أفلام. قلت لها خلاص خلي الولد معايا الصغير، وهو ولدي. بس هذه الحكاية كلها، ما أدري ليش بحكيكم، بس زي أخواتي أنتم. المهم نجي للمهم المفيد. الأسبوع اللي فات كان الأسبوع اللي فات قبل 3 أسابيع نزلت الفيديو تبع مذكرات من بعض طول الغياب، وسويت الجيف أواي على هذه المجموعة، صح ولا لأ؟ وقلت لكم اتكلموا لي في التعليقات على ألحان غبار النجوم، وحسحب تعليق عشوائي منهم، سواء رأيك فيها، هل اشتغلتيها أم لم تشتغليها. قرأت تعليقاتكم واحدة واحدة، والصراحة عجبتني جدا، كثير 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 شاركوا في السحب، وكثير أبدوا آرائهم في البطانية. وطبعا كان السحب موجه للجمهور داخل السعودية، واللي قلت وطلبت منكم إنه اللي عايشين خارج السعودية يتحملوا الشحن. فدخلت على موقع اسمه كومنت بيكر، اللي الفكرة اللي فيه انك انت تحطي الرابط حق الفيديو في البرنامج وتعملي سحب عشوائي، يقوم يطلع لك اسم المعلق او صاحب الكومنت ويكتب لك ايش التعليق اللي كتبه. انا سحبت، فرحت الورقة، انا سحبت وطلعت لي هذا الشخص. خلاص ما هعرف انطق الاسم، يا ريت انا حكتب على تعليقه، حقرا لكم تعليقه سجلته، يا ريت من صاحبة الحساب هذا تتواصل معايا عشان تديني عنوانها، لانه حرسل لها الطرد، طبعا الطرد حرسل له هو بشركة سيمسا. فكانت كاتبة صباحك خير وسعة رزق وبرق او بركة، انا اشتغلت الحان غبار النجوم بس البترونات المجانية، وعملت منها بطانية، أتمنى أشوفها، ممكن إذا يعني يا ريت إذا كنت كان عندك إنستغرام أو أي شيء إذا تقدري تتواصلي معايا. طبعا حسابي في إنستغرام، هحط لكم الرابط تبعه في مربع الوصف أسفل الفيديو. وعملت منها بطانية، الجد التصميم جميل واستمتعت وأنا أشتغلها، فعلا فعلا تصميم كان جدا جميل ورائع، وفعلا فعلا الشغل فيها ممتع. فبالعافية عليك البكرات الباقية من المشروع، تتهني فيها إن شاء الله، وأتمنى أشوف أعمالك منها. فبليز صاحبة هذا الحساب تتواصل معايا، انا برضو حكتب لك تعليق انه انتي فزتي في السحب لهذا الشهر. طيب نيجي الشهر هذا ايش سوينا. طبعا الفيديو اللي فات قلت لكم انه ايش حسوي مذكرات كل ما انهيت مشروع، وانه انا ما حابدأ مشاريع جديدة الا اذا يعني انهيت مشاريع القديمة. طبعا تعرفوا بنان كسرت القاعدة، الفكرة وما فيها اللي ايش صار، اللي صار انه ابغى اصور فيديوهات لليوتيوب، صح ولا لا؟ معناته مضطرة اسوي مشاريع، صعب جدا ان انا اصور في وجود اولادي. خلاص جربت التصوير، قعدت افكر ايش في ممكن فيديوهات ما تحتاج فيها كلام، سويت بوست في اليوتيوب وسألت عن موضوع الأوريغامي، الأوريغامي فن اللي هو طي الورق، تمسكي ورقة واحدة تتنيها التنيها 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 وتسوي منها مجسم ثلاثي الأبعاد. وفعلا سويت فيديو، أنا من أول أختي لما كانت عايشة في كوريا جابت لي كيت أو عدة، لحظة أجيب لكم، هي هذه هي العدة. خلاص معاها الورق تبعها، وبحيث انك انت تعمل الشكل اللي موجود هنا اللي هي الهامبرجر هذه. خلاص الاوراق كانت مطبوعة وجاهزة، وفي معاها الطريقة، شايفين
اتبعت الطريقة بالرسومات اللي موجودة، كان الموضوع سهل بحكم إني أنا اشتغلت أوريغامي قبل كده وأعرف الرموز. الأوريغامي له رموز عالمية يا بنات، في أي بترونات هتلاقي رموز الأوريغامي مرسومة وليست مكتوبة. بترونات الأوريغامي دائما مرسومة، أبدا ما تلاقيها مكتوبة. ف يعني نادرا، مو نادرا، يمكن 1% من البترونات اللي شفتها كانت مكتوبة، ما حتلاقي إلا إذا كان في سايد نوت إنه مثلا أطبقي على الثالث أو أتركي مسافة 1 سنتي أو هذه الحاجات. هذه الحاجات ترى حتى كمان نادرا، لأنه أغلب الوقت الأوريغامي يعتمد على نقاط الثني ونقاط التقاطع ونقاط الالتقاء في الثنيات أو الطيات في الورقة. خلاص، فهذه كانت العدة، استمتعت جدا وأنا أسويها. طبعا قبل ما أشتغل بالورق اللي موجود في العدة هذه اللي هو مطبوع عشان يسوي لك الأشكال هذه، دورت بحثت، طبعا طلبت من أختي لأنه هي تعرف تتكلم كوري، فطلبت منها تكتب لي العنوان هذا خلاص عشان أدور في اليوتيوب. وفعلا دورت، لقيت 1 شخص فقط مسوي الفيديوهات. قمت إيش سويت؟ حتى لسه ما فكيت العدة، جبت ورق عادي من عندي، ورق الأوريغامي المتوفر عندي، ورق ملون عادي، وبدأت أشتغل وراه. وفعلا طبقت وشفتوا الفيديو، لو تفرجتوا الفيديو الثالث إلى النهاية حتشوفوا شغلي بالورقة، بورق مختلف غير هذا الورق، حتشوفوا النتيجتين، وفعلا النتيجتين واحدة. طبعا النتيجة اللي طلعت من هذه العدة هذا، شايفين؟ جدا ممتع كان الشغل فيها. لحظة أطلع لكم البيبسي عشان تشوف المرندة. أوكي، والمرندة أنا هذه غريتها بحيث إنه إيش ما تنفك، بس لما أبغى أستخدم البيبسي أو الصورة اللي تعبر عن البيبسي أحطها هنا، شايفين؟ طبعا في أشكال وأنواع لأنواع البرجر، شايفين؟ وهذه الصين الباسكت اللي نحط في البرجر، وهذا الصينية. عملت واحدة، شفت الثانية حطيتها عندي على التسريحة وحطيت عليها الزيوت زي زيت جوز الهند وزيت الخروع ودي الحاجات اللي حطوها في الشعر وفي الوجه وفي المهم، والبطاطسايات مرة كانت ممتعة الصراحة، ممتعة. المجموعة الثانية اللي عملتها ميمي وبرهوم انبسطوا عليها، سووا لنفسهم ماكدونالدز مطعم ودرايف ثرو، وبرهوم يركب الدباب تبعه ويمر ويطلب من ميمي همبرجر وهي تجهز له، انبسطوا فيها ألين سحقوها خلاص تماما، يعني لعبوا فيها أيام وليالي ألين سحقوها تماما. طبعا أنا هذه شايلتها في كيس لأنه يعني الورق المطبوع جدا جميل زي ما أنتوا شايفين. وبس للأسف حاولت أدور على عدة أقدر أشتريها، لقيتها في موقع كوري عندهم، أختي كانت دائما تشتري منه، لقيت لي هو، قالت لي لكن للأسف الشحن فقط في داخل كوريا الجنوبية، في داخل كوريا الجنوبية، فما قدرت الصراحة إن أنا أشتريها، ولا كان نفسي أشتري واحدة تانية وأسويها جيف أواي، بس اللي حسوي جيف أواي على حاجة تانية حتشوفوها الآن. طبعا أنا عندي قبل كده اشتريت هذه الحاجات، كنت زمان ايش اسوي؟ استخدم ورق عادي، ورق التصوير او الورق الملون العادي، اطبع ورق، ترى هذا ورق مطبوع، تاخذي صورة وتطبعيها زي ما انت شايفة، شوفي شايفة؟ وهذه حسوي منها مشروع اوريكم، هو تقدري دحين، زمان لانه ما كان متوفر اوراق السكراب بوك ترى يا بنات، دحين جرير ما خلت، مليانة اوراق سكراب بوك تقدري تستهلكيها وتستخدميها. هذولي لقيتهم في دايسو، كانوا موجودين في دايسو، اشتريتهم من دايسو ب7 ريال، شايفينهم؟ طبعا الورق ورق ملون عادي، حوريكم واحدة فكيتها قبل كده، شايفين؟ الورق في الداخل اهو ورق ورق ملون عادي، شايفينه؟ وفي معاها باترون تبع طائرين، زي الوزة كده او ايوه الوزة، يوزة وطائر عادي عصفور،
شايفين؟ شايفين هذه نفس موديل او اشكال التطبيق هذه او هذا موجود في العدة اللي جابت لي من كوريا، يعني على اختلاف الثقافات، على اختلاف الثقافات. الامريكان مسوين باترونات، لقيت نفس الرموز، الرموز واحدة ما تتغير. اوكي، فمليان الورق فيها ما شاء الله، بس للأسف ماني عارفة كم ورقة، لكن طبعا الصورة اللي من برا الصورة بس مجرد انه صورة للدعاية، شايفين؟ لكن الورق اللي من جوا سادة عشان تشتغلي عليه. فراح اعطي واحدة وراح ايش يسموها هي؟ اشحنها لجميع انحاء العالم. واحدة فيهم، الاثنين ترى نفس الشيء من ورا، الاثنين نفس الشيء من ورا. ان كان عندك صورة معينة تحبيها على اساس تستخدميها كسكراب بوك او بنتك حبتها، ما هي مشكلة. حنقي واحدة من المشاركات او اللي حيكتبوا في التعليقات في اي مكان في العالم، حشحنها لانه حتنشحن كظرف او كرسالة، فما حيكلفني الشحن كثير ان شاء الله. حشحنها في اي مكان للعالم، بس اللي باكي تكتبي لي هو تعلقي لي عن رأيك في فن الأوريغامي، نفس حكاية المرة الأولانية، بس لازم تكتبي لي كلمة أوريغامي عشان أعرف إنك تبي تدخلي في السحب. يجب أن يحتوي تعليقك على كلمة أوريغامي. إن كنتي أقل من 18 سنة لازم يكون عندك موافقة أبوك وأمك على إنك أنت تعطيني رقم، شو اسمه، الأرقام الشخصية والعناوين وهذه الحاجات. بس ايوه، ولا تكتبي لي في تعليقك انه انا ابغى ادخل في السحب او الجيف اوي كالعاده، ولو كتبتي حضطر ان انا احذف التعليق هذا عشان انا ابغى يعني انا عارفه ان هديه جدا بسيطه ولا هي من مقامكم الصراحه، لكن هو حاجه شيء بسيط حبيت اشارككم فيه. يعني انا عندي ثلاثه، واحده بستخدم بشتغل فيها، وخلي واحده الميمي وواحده لكم. فشوفوا انتوا اللي حابب، عادي ما حبيتي ترى نو هارد فيلينجز، ما حزعل. في كمان كم مره اشتريت زي كده، هذه كمان واحده من اللي جابت لي هي اختي من كوريا. هذا النوع الورق يجيكي كده زي ما ادري، زي في شعر على اساس انك تعملي بيه مجسمات الاشخاص، اسمه هانجي الورق، نوعيه الورق اسمها هانجي، بس ما قد استخدمته ولا قد فكيته قاعد. وهذه جاتني زي كده، انا دائما اشتري دي المجموعات تلاقيها في دايسو، ويجي معاها دي الحاجات، شايفين؟ شايفين زي ما بقول لك الرموز، شايفين؟ فعندك هذا البوكس، هذا واحد من الفيديوهات اللي حشرحها قريب. عندك بالون، عندك دوغ او كلب، شيب او الخروف، كوشين، المخدة، كاندي بوكس، علبة الحلوى، جابانيز هيلمت، جولد فيش، سيكادا، سيكادا اللي هي نوع من أنواع العسة، كوستر، دول أو عروسة، كاب اللي هي الكاسة الورقية. هذه مرة حلوة، يعني لو كان عندك ورق أو شيء وما عندك كاسة تشربي فيها موية في لحظتها، ترى سويها، أنا سويتها وجربتها، تشربي فيها الموية وتكبيها على طول، رهيبة، تعلمتها أيام الثانوي، مرة كانت مفيدة من أيام الثانوي، أنا أعرف أسوي ذا الشيء. هوبينج فروغ، ساموراي هيلمت، خوذة الفروغ الضفدع، في كتير. وهذه واحدة جاتني مع واحدة من الدا اللي هي كاو أو البقرة، بس ما أدري فين تكملتها، هي لها تكملة هنا، انيمال اوريغامي، شايفة؟ في عندك اليجيتور اللي هو التمساح، وهذا الكاو، هنا عندك البودي حقها والهيد، والبقية هنا في وهذه كمان مجموعة تانية. بس هذا اللي يتعلق بموضوع الاوريغامي. فزي ما قلت لك، اذا حبيتي تخشي في السحب اكتبي لي رايك عن الفن الاوريغامي مع تضمين كلمه يعني لازم يتضمن تعليقك كلمه اوريغامي.
الفيديو اللي فات لما وريتكم اني انا انهيت من غبار الحان النجوم، كان يعني وقلت لكم انه الفيديو الجديد حصوره بعد ما انهي المشروع الجديد، والمشروع الجديد اللي اخترته كان save the stitches او اللي هو مشروع تطريز، وفعلا انهيته يا بنات. كان بقي لي نص اللوحة بالضبط. اوكي، بدأت المشروع يا في 1 جانيوري اللي هو 1 يناير 2015 او 1 يناير 2016، ماني قادرة افتكر بالضبط، بس تخيلي 3 سنين 4 سنين وانا اشتغل في نص اللوحة بس الاولانية. في خلال 3 اسابيع لما قعدت عليها قاعدة جدية خلصتها 3 اسابيع تقريبا. وهذه هي طبعا حوريكم صور عن قرب، بس هذه هي. نبدأ من الأول. طبعا المشروع من تصميم إليزابيث ألموند، البترون مجاني، وهحط لكم رابط البترونات في مربع الوصف أسفل الفيديو، اسمه Save the Stitches. المشروع عبارة عن تطريز إما باك ستيتش أو يسموه بلاك وورك، يعني بس مجرد خطوط 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 وبس. هذه شفتي دي اللي هي كده، هذه اللي كروس ستيتش، غرزة الإكس اللي زي كده. فهذا هو المشروع. طبعا في خرزات زي ما انتم شايفين هنا، استخدمت خرزات ميل هيلبيد، اشتغلت على قطعة قماش مقاسها 28 كاونت ايفن ويف او لوغانا يسموها. اللون هذا اسمه ستورمي كلاود، اخذته من 123 ستيتش، هو والخيوط والخرزات. شايفين طبعا مو في كل مكان الخرز، هنا في خرز هنا في خرز، يعني شيء بسيط. الخرزات تراوحت ما بين الفضي والذهبي والبرونز على حسب التطريز. ما شاء الله اللوحة كبيرة، ما اعرف كيف اوريكم. هي شايفين في النهاية هنا كان هي حاطة طبعا التاريخ حقها 2014، الباترون نشر في عام 2014، وكانت حاطة الحروف الأولى من اسمها، وكانت حاطة طبعا باترون إضافي بالأحرف على أساس إنك أنت تشيلي حروفها وتحطي حروفك أنت. فأنا حطيت حروف اسمي، بس الأرقام ما عجبتني الأرقام اللي هي حطتها. دورت في النت على باترونات مجانية للأرقام، كان ارتفاعها 4 غرز وعرض الرقم الواحد، ارتفاعه 4 غرز وعرضه غرزتين، هذا اللي كنت طالبته على اساس زيها هي، عشان الارقام ما تروح لا يمين ولا يسار ولا تطلع فوق ولا تنزل تحت، تكون في النص زيها هي. فلقيت هذا البترون كان مناسب، حسيت انه مناسب نفس الموديل الشغل. يعني هي كاتبه هنا save the stitches، خليتها زي ما هي، بس هنا كاتبه كانت حروف اسمها وبس. خلصتها وانهيت منها، ما تتخيلوا قد ايش مبسوطه وفخوره، فخوره بالقطعه ما تتخيلوا قد ايش. فهقرب لكم يعني بعض الاشكال. طبعا مستحيل مستحيل تلقطوا قد ايش هي جميله القطعه، مستحيل، ما اعرف كيف اوريكم الصراحه. واحده من اجمل الباترونات فيها اللي انا حبيتها. خلينا نشوف لكم واحدة من الباترونات اللي أنا حبيتها واشتغلتها. هذه المجموعة، هذه مرة حبيتها. شايفين هذا التصميم اللي زي خلية النحل، مرة حلو كده. هذه المجموعة مرة كانت حلوة. وأيضا هذا التداخل والشكل النهائي للرسمة مرة كان حلو، شايفة كيف تداخل الخيوط عامل لك تأثير مرة جميل. وهذا طبعا شايفين الوردات كمان جميل. ايش في كمان اشكال مرة كانت عجبتني؟ هذا كان واحد من مرة الاشكال السهلة اللي طرزتها، مرة كان سهل.
ايوه، هذا الموديل او هذا البلوك. عموما خلصتها وفرحانة مرة اني انا خلصتها. طبعا من نفس اليوم اللي خلصتها فيه على طول رحت على برنامج الديسيجن روليت اللي هو عجلة الاختيار العشوائي، زي ما ذكرت في الفيديو السابق انه هذا البرنامج يخليك تحطي اسماء معينة تبغيها وبعدين ينقي لك عشوائيا منها لما تفر العجلة. فانا حاطة اسماء المشاريع اللي عندي اللي لسه ما انهيتها ومتعاجزة عنها. خلاص خليني اشيل هذا عشان اقول لكم المشروع اللي طلع لي. اوكي، انت بتشوفوا الظهر، هذا الظهر. ايوه، ايش اشتغلت بايش؟ خلينا نتكلم شويه عن المشروع، ندي حقه شويه. المشروع اشتغلته بخيوط دي ام سي حصرا. الخيوط اللي اشتغلت فيها، لحظه خلينا نجيب لكم البوكس تبعه. هذا البوكس تبعه لسه ما فضيته. طيب الخيوط اللي سويت بيها الكروس ستيتش او الاكسات اللي هي دي ام سي بيرل كوتون او كوتون بيرليم، اللون الاسود مقاس 12. انا على بالي حستهلك بكرتين وجبت بكرتين، لقيت نفسي ما استهلكت الا اقل من بكره واحده. خلاص هذا بس في الاكسات. في الداخل حتستخدمي خيوط المولوني، طيب اللي هي هذه خيوط المولوني العاديه اللي هي اللي تجيكي زي الشله كده. طبعا اللون الاسود تستخدمي فتله واحده بس في الداخل، بالإضافة ليها اللي هي خيوط الدي ام سي لايت افكت برضو المولونيه، بس المولونيه اللي هي زي القصب. فاللون البرونز اللي هو اي 301، اللون الفضي اي 415، واللون الذهبي اي 3821. هدول الثلاثة يا بنات. الشغل في هذه الخيوط عذاب عذاب صرف خالص. تتفرط وتتنتش وتتعقد مرة كتير، لازم تستخدمي يعني خيط ما يتجاوز هذا الطول عشان تشتغلي بسلاسة. فمعناته بهذا الطول معناته انت حتفضلي تقصي وتشتغلي وتخبي الخيط وترجعي تقصي وتشتغلي وتخبي الخيط. اذا خليت الخيط طويل حيتعقد عليك وتضطري تقصي افلام. بس هذا اللي كان متوفر عندي في لحظتها. ايضا بالنسبه للخرزات، خرزات ميل هيل، شركه امريكيه توفر لك الخرز. هذه هي طبعا هذه العلبه الواحده تقريبا ب 12 ريال او 15 ريال، 12 ريال تقريبا حاجه زي كذا. فاللون البرونز اللي هو 00330، اللون الذهبي 00557، واللون الفضي 02022. طبعا هدول كلهم مقاس 11 سيد بيدز، جلاس سيد بيدز. طيب وزي ما انتم شايفين ما استهلكت الا مره كميه بسيطه. الخيط اللي استخدمته في تثبيت الخرز، لانه لازم تستخدمي خيط اما شفاف اما خيط نفس لون القماش، طيب عشان ما يبان من الخرز. يعني لو تيجي تطالعي دحين انا في الخرزات، ما ادري اذا حيبان معاكي ولا لا، مستحيل تشوفي انا مركب الخرز بايش، ما حيبان معاكي. استخدمت خيط شفاف ماركة نايمو، أشهر الماركات الأمريكية اللي يستخدموها في هذا المشروع اللي هو هذا، برضو من ماركة ميل هيل، اسمه نايمو ثريد. الخيط نايلون ما يتقسم عليكي، ما ينفصل عليكي خلاص. وتستخدمي معاه إبرة خرز أو بيدنج نيدل. أنا استخدمت البيدنج نيدل اللي هي حق دي ام سي نفسها، مقاس 13 10 13. طيب وهذا يجي كيف ده الكيس زي كذا بدون الإبرة، طبعا لازم تكون عندك إبرة. هذا اللون وايت، في لون جراي، في لون أسود. يعني إذا كنت حتشتغلي على قماش أسود تضطري تشتري الخيط الأسود من شركة ميل هيل، نفس الشركة اللي موفرة هذه، مشهورة جدا مرة مشهورة. بس قلت اقول لكم يعني عشان ايش يكون عندكم فكرة عن هذه الحاجات اللي حابة تشتغلها.
بالنسبة للقماش عفوا ما هو 28، غلطانة، 25 كاونت ما هو 28، 28 يعادل 14 كاونت ايدا، هذا 25 كاونت. اسمه ستورمي كلاودز لوغانا، لوغانا يعني ايفين ويف. شايل التاج حق القماش عشان قلت اقول لكم. بس هذا بالنسبة للي يتعلق بدا المشروع. خلاص طيب، المشروع الجديد اللي اخترته بعد ما هذا طلع لي، طلع لي ده المشروع الجابانيز ليس توب. هذا المشروع بدأته عند أهلي، خلاص، وكان عندي مجموعة خيوط اللي هي أليز جافا، فاكرين هذه الخيوط؟ طبعا ما عاد في منها الآن، وعلى بالي إنه حتكفيني بكرة واحدة، وطلع ما يكفيني. أنا حتى ما وصلت ربع المشروع وخلص علي الخيط اللي اشتغلته ده. انا ايش ايش ده الشيء اللي هو ده في دي المجله، ده الشكل. طبعا انت تبداي من الابط هنا، شايفه الابط هنا، وتشتغلي ده كله لين توصلي هنا، وبعدين تشبكي وتبداي تشتغلي 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 وهكذا. خلاص المشروع بداته في سنه، طبعا هذه مجله ايمي جراندي، بس ما اعرف اسم المجله. انا شفت المجله على النت في بنترست، وبعدين لقيت تحتها هذا الرقم، هذا الرقم ISBN، شايفين ده الرقم، رقم الكتاب. هذه الأرقام مخصصة للكتب، بحيث إنه كل كتاب في العالم كله له رقم مخصص له، زي أرقام الهوية، هذا رقم هوية الكتاب. قمت دخلت على أمازون وبحثت عنه، لقيت أمازون اليابان يبيعوا ويرسلوا على السعودية بمبلغ $6 تقريبا، فاشتريت الكتاب. رهيب جدا الكتاب، مرة رهيب، مليان تصاميم. خليني أوريكم بعض التصاميم. تقريبا الكتاب كلفني كم؟ 50 60 ريال، 70، والله ماني فاكرة. بس عموما هذه بعض التصاميم اللي في الكتاب. أنا هذا اللي كنت أبغى أسوي، طبعا طلع المفروض تسويه بالخيوط حقت المفارش اللي مرة رفيعة، اللي هي مقاس 10. طبعا عشان ثقافة اليابانية مرة ممتازة، فهمت الموضوع متأخر. هذا كمان جدا جميل، بس انا ما البس قطعتين نادرا، يعني حتى هذه البلوزة. يلا هذا حلوة، سمري. شايفين هذه الموديلات، ما البس انا زي كده، بس هو هذاك، هذيك البلوزة حلوة عجبتني. هذا ممكن حلو. هذا كمان مرة جميل وإليجنت، لو سويتيه بخيوط رفيعة مرة ويكون معاها قصب مرة حلو، بس طبعا مو لسنة أنا، السنة الستات الكبار حلو عليهم. هذا كمان حلو. طبعا البترونات اللي فيه كلها مرسومة. وحط لك المقاسات وكل شيء، هنا طبعا حيكون معلومات الخيط، حطوا لك المقاسات. هذا هو البترون اللي في البداية اللي كنت بشتغل عليه، شايفين. وبس المهم الخيط اللي اشتغلت فيه اليز جافا، طبعا للاسف قعدت دورت عليه. هذا اولا، ثانيا رميت ورقه الخيط، ماني عارفه رقم اللون، فخلاص يأست وقلت اذا طلع لي حفرطه. فبدات في يوم 16/5/2017، اوكي. فهذا المشروع حينفرط، وكذا اكون قفلت على مشروع اخر. طبعا انا قلت اوريكم هو وبعدين افرطه واشتغل. الخيط رهيب، ترى الخيط رهيب، كثير بنات ما يحبوه، ما اعرف ليش، لكن انا بالنسبه لي الخيط مره رهيب. حلاقي له شيء، شوفوا في يعني انا لو سويته مفرش ترى مره حلو الخيط، رهيب الخيط، غريب شكله. بس انا اتوقع انه ينفع تسويه مفرش وتحطيه على مخده، لانه خامته رهيبه. حدور لي مفرش صغير شويه واسويه، خلاص، واركبه على مخده ساده.
حيطلع رهيب، لانه نفس القماش، القماش الناتج من او الفابريك، النسيج الناتج طعم كده، تحسيه كانه تيدي بير محشي، محشو دميه محشوه. فحشتغله كمفرش صغير، اشوف مفرش يكفي كميه الخيط هذا، وحسويه وححطه على مخده. المشروع اللي بعده، طبعا بعد ما طلع لي هذا المشروع عرفت اني حفرطه، كمان حذفته من العجله ونقيت مشروع جديد. المشروع الجديد اللي طلع لي اللي هو بطانيه الكروشيه اللي بغرزه الفشار. اجيب لحظه اجيب لكم، هي اللي هي دي، فاكرينها؟ طبعا البطانيه هذه سويتها من سنه، اسكت لا اتذكر من متى، لا اذكر ابدا من متى سويتها صراحه، يعني من اوائل البطانيات اللي سويتها لما بدات اتعلم كروشيه. طبعا هذه البطانية اللي كان يتابعني مرة من زمان كان يعرف انه انا برضو واجهت مشكلة انه الخيط خلص علي، وهل افرطها او لا. ايش كانت الفكرة؟ انا ايش كنت عاملة؟ شايفين اللون الرمادي هذا؟ بدأت فيه باثنين، بعدين عملت واحد اخضر فاتح، واحد منت، واحد اخضر فاتح، بعدين رمادي، بعدين رجعت بدلت الثلاثة الاسطر من الخضر، بحيث اني عملت منت اخضر فاتح منت، او تفاحي منت. شايفين كيف عملتها؟ انه مرة كده ومرة كده، واستمريت على موضوع الحبتين او السطرين الرمادي هذا. كملت، جيت هنا لقيت نفسي ما عاد كفاني. فايش سويت؟ سألتكم، قلت لكم هل افرطها؟ هل اخليها؟ ليش؟ لاني ما لقيت هذا اللون نهائيا. لقيت ده اللون، لكن هذا اللون ما لقيته. دورت، قعدت سبت البطانية اكثر من سنة وشي، وانا تركتها في الكيس تبعها. طيب ايش صار؟ قلتوا لي كلكم لا تفرطيها، وانه حرام الشغل اللي اشتغلتوا فيها، لانه عملتها كبير، مقاس كبير. دحين طبعا اذكر لكم البترون والتفاصيل كلها، بس خير حكيكم حكايه البطانيه هذه. قلت اوكي اكمل، خلاص. ايش كملت؟ شايفين هذا؟ عملت نفسي كاني شلت هذا اللون، واستمريت على انه اثنين منت واحد منت، اثنين تفاحي واحد تفاحي، اثنين تفاحي واحد تفاحي، واستمريت على الرمادي انه اثنين اثنين، وهذا اللي سويته. شايفين؟ اثنين رمادي، طبعا هنا كان واحد سطر تفاحي، فقمت عملت سطرين تفاحي، اثنين رمادي واحد سطر تفاحي، خلاص. عملت مساحة تعادل المساحة اللي كنت مشتغلة فيها باللون المنت هذا. الآن إيش حسوي؟ قاعدة أفكر هل أستمر على هذا الأسلوب، أو إنه أسويها واحد 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 تفاحي بس، مع استمرار الاثنين الرمادي، على أساس إنه إيش تيجي تطالع في البطانية من فوق، إنه أنا بدأت بسطر واحد تفاحي كل سطرين رمادية، خلاص. بعدين بدأت أضيف مرة ومرة، سطرين تفاحي سطر تفاحي، سطرين تفاحي سطر تفاحي، بعدين بدأت أضيف اللون المنت، سطرين منت سطر منت، سطرين منت سطر منت، وهكذا. كأنها صار في تدرج للعين لما تيجي تشوفي البطانية من فوق لتحت. فإيش رأيكم؟ هل أستمر على موضوع واحد اثنين واحد اثنين، أو إني خلاص أوقف لأنه صارت المساحة طيبة؟ ترى شوفوا قد إيه من هنا إلى هنا، وأستمر بواحد واحد واحد واحد، ايش رأيكم؟ خلاص الين اغلق الخيط الرمادي او التفاحي، اي واحد فيهم يخلص اول اوقف البطانية، خلاص. الخيوط بالنسبة للبترون، خليني اتكلم اولا على البترون. اكتبوا لي رأيكم، ايش رأيكم؟ اكمل واحد 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 خلاص، انه كأنه صار يبدأ التدريج من فوق وينتهي بالثلاث الوان اللي تحت، او الثلاثة الاسطر، او لا. بالنسبة للبترون اسمه بلاك بيري سالاد ستريبت بيبي بلانكت، من تصميم مغلي بلوج، هحط لكم رابط البترون في مربع الوصف. البترون جدا 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 سهل، هي مجرد غرزة فشارة، سطر أعمدة وسطر فشارة، وما بين كل فشارة وفشارة ثلاثة حشوات بس، اوكي. بس هي ايش مسويتها؟ هي مسويتها على اساس انها اسطر ملونة، كل السطر بلون، خلاص. البترون مجاني ترى على فكرة، طبعا الأدمية هذه ما تسمح أبدا إنه أحد
يترجم بتروناتها، كلمتها أكثر من مرة ما خلتني، ما رضيت لي، فما أقدر أشرح لكم البطانية هذه، مع إنها جدا سهلة وما يبغى لها، وأظنها هي مشروحة عندها، أظنها مشروحة هي الشارحة يعني، دوروا شوفوا. عموما مشهورة هي الأدمية أصلا، أنتوا لو دخلتوا على قناتها هي حاطة هذه اللي هي إنها شرحتها في قناتها، وقناتها مرة سهلة وبسيطة وحتعرفوها على طول. بالنسبة للخيوط اللي استخدمتها اللي هي هذه الخيوط، ماركة كنعان، بس ده داملة، الخيط تركي. طيب، وانا اتوقع، انا ما اعرف ايش الخيط ده يشبه لاي ماركة او لاي شيء. هذه الخيوط واحدة من اوائل الخيوط اللي اشتريتها، هذه الخيوط اللي كانت متوفرة في وجهي اول ما تجوزت وسكنت هنا في الشرقية، ما كنت اعرف الا الزامل الصراحة، كنت اروح الزامل، وكنت وبعدها بدأت اتعلم الكروشيه والتريكو على اساس ان انا اقضي وقت في يعني انا بالنسبه لي البلد هذه غربه، صح ولا لا؟ ما كان عندي احد هنا ولا اعرف احد ولا، فكنت ابغى اقضي وقت وفراغ طويل بين ايادي من قبل ما اخلف اولادي، فبدات اتعلم كروشيه وتريكو. فاول خيوط اللي شفتها في وجهي كانت هذه البكرات، الخيوط كانت البكره ب10 يبيعوها، فاشتريت مجموعه منها، ومن ضمنها هذاك اللون، هذاك اللون ما عاد لقيته في الزامل، وسألتهم عنه قالوا ما فيش، هم عندهم في المستودع خلاص مجموعة كبيرة اشتروها من دي الشركة وبيحاولوا يخلصوا المخزون، الخيوط اللي باقية منها هي هذه، ما عاد حيجيبوا غيرها. المهم، بس هذه القصة وما فيها، اشتريت هدول اللونين وبكمل بها. هذا بالنسبة لده المشروع. طبعا أنا بستخدم في البطانية سنارة مقاس 5، خلاص البطانية ترى مرة مرة كوزي، لما زي كده أكون بشتغل وأحب أجلس قدام المكيف، عشان إيش؟ عشان أحط، لأني يعني أنا وأنا بشتغل البطانية بتكون فوق في حضني، فتدفئتها جدا رهيبة. شكلي اخليها ليا، مع اني انا قلت البطانية هذه الولد اختي، لكن حطيت عيني عليها. طبعا واحدة من الحاجات اللي قلت لكم عليها اللي انا انه انا حسويها، يعني انه انا بدي استمر عليها، انه انا ما حبدا مشاريع جديده، انا مستمره على ده الموضوع، ان انا ما حبدا مشاريع جديده خاصه فيا، بس حبدا مشاريع خاصه اذا قدرت اصورها في القناه. واحده من المشاريع اللي بداتها طبعا بغض النظر عن الاوريجامي، مشروع كروشيه، لانه من زمان ما اديتكم مشروع كروشيه تشتغلوا عليه، صح ولا لا؟ بشتغل على ده. طبعا هذا مره حاجه قديمه من كتاب قديم، هذا هو المفرش، سهل مرة ما تتخيلوا قد إيش، وكله على بعضه 21 دور بس، يعني مفرش يعتبر صغير، ما يعتبر من المفارش الكبيرة، خلاص. طبعا المفرش هذا ما يعني إلى الآن وصلت لهذه المرحلة اللي أنا في السطر كم، 14 خلصته ولا لسه؟ خلصت 13، لا خلصت 14، وهذا هو المفرش. طبعا بعد ما انهي المفرش معاكم حاصور معاكم كيف افرده، حافرده باستخدام المكواة العادية، ما حستخدم لا بخار ولا حاجة، وابغى اشوف كيف النتيجة، اوكي؟ بس حوريكم كيف طريقتي في كي المفارش عشان تنفرد. واو. المهم، بستخدم معاها سنارة 1.5، والخيط اللي بشتغل بيه اللي هو خيط اسمه دافني، هذا الخيط اسمه دافني مدام تريكو، ما ادري هو دافني ولا دافني، ما اعرف. مقاس 20، ما هو مقاس 10، مقاس 20 يعني رفيع، ارفع من خيوط المفارش العادية، خلاص. قاعدة بشتغل فيه، الشغل فيه جدا جدا ممتع وجدا سهل. بالنسبة للتصوير، عشان طبعا تعرفوا أصوات الأطفال والصريخ والبكاء والمضاربات، وما يحلى لهم الجلسة إلا في المكان اللي أنا جالسة فيه،
ولما اكون قاعده في وجههم ما بسوي شيء والله، ولا يطالعوا فيا، بس امسك خيط وابره ولا سناره ولا بدي اصور ولا بدي اشتغل، الجنان والصريخ ويا ماما وشوفي وعملوا وفعلوا، كله يبدع. فبحاول اني اسرق لحظات عشان كده بشتغل فيها بروقان مره، ممكن واحد سطر في اليوم او كل يومين واحد سطر اللي اقدر اصوره اصوره، عرفتوا؟ فعشان كده المفرش شغله ممكن يومين بالكثير بنتي مخلصته، لكن انا ماخذ معايا تقريبا الان شهر، لانه بكل بساطه زي ما قلت لكم بشتغل فيه، اولا بصور، ثانيا بصور اجزاء مره بسيطه، يعني حتى بعيد التصوير اكثر من مره، لاني مثلا بتكلم وبشرح فجاه هدول يصرخوا، بضطر اني افصل المقطع واحذفه وارجع اعيد اصور من جديد، وهكذا. ما عليه ما عليه. فدحين حاسوي سطر كمان اصور، وبعد ما انهي ده التصوير حصور ده سطر، طالما ايش الوضع هادئ والامن مستتب. الان الساعة كم؟ ما ادري ما ادري الساعة كم، حتى لسه ما اذن الفجر، دحين شوية اكيد حيأذن. هذا هو كل اللي عندي ابى اقول لكم عليه، بس هذا هو كل اللي عندي ابى اقول لكم عليه هذا الاسبوع هذا الشهر. طبعا في حاجة بدأت أبدي لها اهتمام، بس ما هقول لكم هي دحين ألين ما أنزل أول فيديو لها، زيها زي الأوريغامي، زي ما شفتوا فجأة فيديو للأوريغامي هتشوفوا فجأة فيديو لفن جديد. أنا أحب هذه الحاجات، فلما تشوفوا ده الفيديو توقعوا فيديوهات كثير منها، لأنه أنا أستمتع وأنا يعني اشتغلت الشغل ده كم مرة، وحاجة جدا ملائمة ان انا اصورها، لانه ما يحتاج تسمعوا صوتي فيه. انا عارف انه كثير بنات ما تفرجوا فيديو الاوريغامي عشان ما في صوتي، وكثير كتبوا لي ذا الكلام. طيب يعني ايش اقول لك؟ قومي بطي الورقة هكذا، قومي بطي الورقة هكذا، ما احوج، خلاص هو مجرد تطبيق، اتبعي الخطوات. هذا الشيء كمان ما يبغى له شرح ولا يبغى له ولا شيء، هو بس مجرد انك تتفرجي للمتعة، وانا بشتغل عليه وبستمتع وانا بشتغل فيه، فحصوره وحتشوفه ان شاء الله. بدأت تصوير وبدأت تعديل في المونتاج، لانه ياخذ وقت، لانه الشغل اصلا فيها بتاخذ بالايام وبالليالي، بس هحاول قد ما اقدر انه الفيديو ما يتجاوز 20 دقيقة في كل مرة، ان مرة قطع نفسه نص ساعة، لكن غير كده ما حطول اكتر من كده. بس هو حاجة ممتعة وحبيت اشارككم فيه. هتشوفوه بعدين ان شاء الله، خلي لكم هو مفاجأة ان شاء الله بإذن الله. بس في شيء تاني تبوني اقوله؟ ما حد فيكم طبق الاوريغامي؟ جربوا يا بنات بالذات اللي ده، وروني تطبيقاتكم على حسابي في انستغرام، انا شوية شوية برجع انستغرام. لي فترة ما دخلت في انستغرام، ايوه صحيح، ليش ما بدخل انستغرام؟ صراحة صراحة انستغرام صار مرة مقرف، بالذات لما بعد ما لخبطوا الفيد، الفيد اللي هو البوستات لما انت تشوفيها في الصفحة الرئيسية، البوستات مخربطة، شيء يحط اللي هو حق بالامس، شيء يحط اللي هو الشيء الجديد ينزله اخر الفيد، انا ما احب زي كده، ويحط لي صور. يعني في بعض الناس ما يحط لي صورهم، وانا ما احب زي كده، يعني صار ممل، وكثرت الدعايات فيه بطريقة بشعة، فعشان كده قللت حضوري في الانستغرام. هذا الشيء الاول. شيء تاني، ما شاء الله ما شاء الله بتجيني في اليوم الواحد بالعشرة الخمستاشر رسالة خاصة، قلت له تشوف الصندوق عندي قديش مليان، فعبال ما ببدأ أرد على واحدة واثنين، طبعا أنا ما أقدر أفضل ماسكة الجوال طول الوقت وأرد، ترى ياخد وقت يا بنات، في بنات يحسبوني ما برد عليهم، أنا مو ما برد عليكم، أنا يعني ما بيمديني ما بيسعفني الوقت، ولو كان عندي وقت إني أرد على واحدة واثنين، متى أرد على 60 70 رسالة اللي عندي في الصندوق؟ مرة صعب، ولما ارد على واحدة بترد علي مرة تانية، فاضطر ارد عليها مرة، فبياخد وقت. فالان ماسكة، كيف ماسكة الصندوق؟ انزل الين تحت اخر حاجة وابدأ ارد من تحت، عشان اقدم شيء هو اللي ارد عليه. فالان ماسكة الرسائل اللي جاتني من 6 اسابيع، تخيلوا دوبي واصلة هنا.
ما عليه ما عليه، برد شوية شوية، حبة حبة برد عليكم واحدة واحدة كلكم. لأنه فعلا فعلا أنا من أيام من رمضان أنا وقفت دخول انستغرام تماما، لأنه من جد من جد صار ممل الفيد حقه. وحتى الآن لما أجي أدخل ترى يعني أدخل اللي قدامي كم بوست أشوفها ومخربط البوستات، وشي أشوف إني مسويت له لايك ومحاطط لي هو في البداية. يا ناس طيب، نفسي يرجعوا زي زمان اللي هو البوستات بالترتيب. يبي يخلوا الدعايات، خلاص خلوا الدعايات ما عندي مشكلة، بس رجعوا البوستات بالترتيب. إنه الفيد بيجيني إنه أول صورة تجيني آخر صورة نشرت من الناس اللي بتابعهم، ولا تشيلوا لي ناس على كيفكم. ترى باجي ما بشوف ناس، ما أعرف كيف مرة انستغرام صار ممل وغريب جدا جدا، عشان كده ما عاد بدخل فيه كتير. وبس كترت حكي اليوم، واليوم فيديو طويل على كيفكم ومزاجكم. هحاول إني أعدل عليه اليوم لما بنتي تروح المدرسة، إذا خلاني الولد الصغير اللي هو ولد سلفتي وخلاص. وبعدين الآن هشتغل واحد دور مدام الشعب نايم. إذا في شيء تاني تبغوني أقوله أو أسوي أو أعمله اقترحوا علي، قولوا. أما موضوع إني أسوي لكم لايف أو أسوي، صعب مرة مرة صعب اللايف، مرة صعب ساير، مرة صعب، ما أعرف أشوف بعدين. مين منا يخلق الله ما لا تعلمون. طيب كده وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا بفيديو المذكرات لهذه الفترة أو لهذا الشهر. أشوفكم إن شاء الله لما أخلص البطانية، وأتوقع إني حخلصها قريب لأني شغالة عليها فاضية ما عندي شيء، بجلس على الكهرباء وأشتغل عليها بس. ومن يوم ما سحبتها لحد الآن أشتغلت فيها تقريبا 7 أسطر ترى، على فكرة اللي هو من قبل يومين أو 3 أيام خلصت التطريز وجاني وسحبت اسم المفرش هذا او البطانية هذه حقت البوب كورن، وبدأت اشتغل عليها. فاشتغلت 7 و8 اسطر ما شاء الله، يعني اشتغلت حتى طلعت بكرة جديدة وبدأت اشتغل عليها، ودحين واصلة النص. فان شاء الله اخلصها قريب وارجع لكم قريب وتشوفوا ايش المشروع الجديد اللي تختاروا لي العجلة وحنشتغل عليه. إذا عندكم بطانية بهذا الشكل اشتغلوا معايا، ليش لا، وروني وسووا لي منشنات في انستغرام. وبس، وسلامتكم، نهاركم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.